psychology and human diagnosis. It was citrus. What do you mean by citrus? بدون ما جبته بدون ما يصير بي وشوشة يسمعون بعد صدر شوي ما الثاني أحسن وين ليش ليش صدر زين وين زين يتحرك مشكلة what about the citrus what do you mean by citrus دكتور يعني عبارة عن internal and external environment بسبب عوامل تكون داخلية مثل يعني مثل problem of the war أو هج أشياء تسبب الستريس. وبعد يعني واحد طبيب يشتغل هذا under stress لا لا. under stress. خوش. طالب بالامتحان under stress لا لا. خوش. بعد. واحد يعني مثلا عنده لوس whatever the type of loss مثلا امه توفت لا سامح الله او توفى واحد من اقربائه هذا نسميه سترس هم سترس ستريسفل لايف ايفنت زين اكثر ستريسفل لايف ايفنت مؤثر تتوقعوا شنو هو death of منو death of spouse the spouse الزوج او الزوجه طبعا سووا اكو هولمز اند راف سكيل هذا السكيل عالمي شافوا اكثر ستريسفل لايف ايفنت ان ذا بوبوليشن بالعالم كله يعني المقياس على مقاسه من 100 الى 0 شافوا احلى شيء هو ديث اوف سباوز وراه يجون الديث اوف مدر البرذر وات ايفر ذا كان زين وحتى بالنص يعني 50 ديجري يعني توصل هي المرج حتى الزواج زين واحد يدخل الكلية هم يعتبر ستريسفل لايف ايفنت كل شيء بالحياة يعني يعتبر ممكن في ستريسفل لايف ايفنت هذا ما اشتغل؟ هذا تعمل تعمل لا شلون قاعد اشتغل؟ ها؟ قاعد اشتغل هذا بعد ما اشتغل على هاي الحالة شنو؟ الصوت واضح لا ليش؟ So the objective you have to enable you to describe the model of citrus, particularly the transactional model. Transactional model is a synergalia. Who describe the impact of citrus upon him? يعني شنو المشاكل اللي أثر citrus؟ يعني هواية حالات يعني مش يكون مثلا على سبيل المثال واحد بده uncontrolled hypertension او uncontrolled diabetes بسبب السترس يعني انا اتذكر مره من المرات جاء راجعني patient قال الدكتور انا عندي ضغط for long term
ليش وصل فرد يعني راح تاكسي فأول صار اللي يقول لي ليش متراجع أنت عارف هذا ممكن تسوي حركة نفسية بعض زين المريض بالفعل جاني وطايق مجرب ريلاكسيشن ترينينج وداتين زوجتك وراحت ثري ميديكيشن طبعا هو كان عليه كابتوبرين وليبتك اتذكر من زين بدا فالمهم فهذا اللي تلقيت بانه ممكن يعني هذا البيشنت ورا فتره صدقوني مجرد الانكزيوليتك لما طلعت هي ترك الثريت انت هايبرتنسيف ميديكيشن يعني اذا هو شنو هذا؟ ستراس هايبرتنشن فهو هذه الكيسات هي موست لايكلي ريليتد تو ستراس لذلك هذا الموضوع جدا جدا مهم لازم اي طبيب او حتى الهيلث بروفيشنال يعني النيرس الباراميديكال ستاف لازم كلهم should be aware about the importance of citrus in the health setting زين لان بعض الاحيان هواي يراجعون patient of unknown organic reason زين ممكن يكون عندهم mental somatic complaint of unknown origin مثلا جراسي وجعني قلبي وجعني معدتي توجعني نفخه ببطني زين طبعا بالمناسبه مثلا اعطيكم على سبيل المثال يعني 50% 50% of those seeking GI clinic might suffer from functional GI disorder functional GIT disorder what do you mean by functional يعني ما لها سبب وظيفي وحده من عندها gastric upset خوش واحدة من عندها الريتارون باول سيندروم واي قولان عصبي اذا سيكون ديالي عندكم سامحيني اذا مو نسكم عندكم يدوس زين اللي هو ريليتد تو ستريس خوش كل انسان معرض الى ستريس لكن لازم يمرن نفسه ويعرف الكوبينج ستراتيجيز هاو تو كوب وذ ستريس اللي سنحكي عليها Reflect on the importance of citrus for healthcare professional. Citrus is the body reaction to harmful situation, whether they are real or perceived. What do we mean by perceived? تخيلي مو حقيقي عفوا يعني ادراك للسترس مو حقيقي زين مجرد يتوقع بالسترس يتوقع في الخطر زين يعني واحد شو يقول راح ارسب الامتحان هو ما راسب بس يتوقع سيء هذا بيرسيف زين هو قاعد راح اموت زين راح انجلط هذول البيشنت هواي راح انجلط راح هذا يتحول الى تيومر زين مثلا اسكيميك هارت ديزيز يقول راح يصير بي جلطه قلبيه راح يصير بي جلطه دمويه هذا نسميه perceived يتوقع وكو ريال ريال يعني واقع حقيقي كوبينج شنو كوبينج؟ تأقلم يعني شو تأقلم؟ يعني تأقلم شلون واحد يتأقلم من الوضع؟ يتأقلم من الوضع شلون؟ يعني واحد عنده سبت ستراس فور لايف ايفنت شلون يتأقلم؟ يعني انت عندك ضغوط عندك مشاكل خوش؟ طبيب الطوارئ هذا شنو هذا؟ عنده ستراس فور لايف ايفنت ونسميها ديلي هاسلز خوش؟ شلون يتأقلم؟ يجعل الأمور بسيطة. شلون يجعل؟ يتقبل الوضع. هاي واحدة. acceptance rule. عفية بعد. مثلاً طالب يسوي مثلاً تداول أو مثلاً يحاول يلعب رياضة نتقلل من الضغط أو يعني يسوي إنه كل شيء. relaxation training ممكن. هذا من coping stress. شغل نفسه بأعمال أو أشخاص ممكن تشتت التفكير عن الستريس اللي هو دخل نفسه به.
ممكن smoking. Smoking نعتبره coping strategies or not؟ يعني نعتبره coping strategies لكن ما adaptive. adaptive وما adaptive. المال adaptive سيئة، عادات سيئة. يعني هو الأشخاص يتخذون في العادات سيئة تكون بدا سترس. زين؟ مثلاً واحدة من الأنهار برانكين الكهول، smoking، eating unhealthy diet. زين؟ هم يأكل هو هذا شنو؟ maladaptive، unhealthy سمي. زين؟ هسه نحكي بالadaptive. يعني واحد adaptive. شنو الadaptive coping mechanism؟ يعني الإنسان الطبيعي اللي يسويه اللي هي فعلاً مفيدة إله. 3 اللي هن problem solving, coping strategies, and 2 emotion focused coping strategies, religious coping strategies. Okay؟ يعني مثلاً problem solving يحاول يواجه المشكلة، يحاول يحل المشكلة. زين ما قدر يحلها يحاول يتكيف وياها يتقبلها يسأل أحد يساعده بحلها. أوكي ماشي أكو سيلف هيلب جروب سموه. فهذني هذا بيتو القصيدة problem solving أو problem focused coping strategies. وكو emotion focused. What do we mean by emotion focused? Emotion focused. عافية. الشعور اللي بداخله يحكي. زين الكبد بحد ذاته ممكن يتحول الى طاقه سلبيه تاثر على المود مال الانسان، كل واحد يكبد فين يحكي ممكن يصير عنده ديبرشن، ممكن يصير عنده هايبرتنشن، ممكن يصير عنده دايابيتس. فهذا نسميه ريليز اوف ايموشن، يحكي بداخله. زين شوفوا شيء بداخله يتعرض له يحاول يسولف، هذا يسموه ريليز اوف ايموشن. لذلك البيشنت يعني من يراجعون هواي يحبون يسولفون، يسأل عنده تساؤلات بباله. خلاص طبعا اي مريض يعني مو فقط السايكاتريك بيشنت، اي مريض عندكم مثلا يراجعكم بالطوارئ والله وقت وجعني، اذا ما حكى مشكلته وما سولفها راح تظل في باله اكو عنده تساؤلات. يعني البيشنت كونسيرن. زين يعني هواي مرضى مثلا يراجعوكم للطوارئ شو يقول لك؟ يقول لك بطنك وجع، ترى تقول له ريكفري بول سندروم، هو ما اقتنع. التساؤلات الضاربه يجوز هذا ابندكس انت فكل تقنعه. خوش هذا المقصد يعني يفرغ شكو بشيء ضارب. ريليز اوف ايموشن. 3 ريليجيوس كوبينج ستراتيجيز. يعني شو ريليجيوس؟ يعني بدي إيه شو سوي يعني؟ يعني صلاة جراحة قراءة القرآن. إيه يعني واحد يوم الامتحان يقوم يختم القرآن وما يصلي صلوات وبروح أي طول جوال السيفود الطول في 5 دقائق أي شيء. زين هذني religious coping strategy. زين هذني مفيدة أو مو مفيدة religious؟ مفيدة. زين إذا واحد يترك الصلاة حسب البيشنت. زين طبعا احنا من دار نحكي يعني نعامل كبيشنت ما لنا علاقه وتظهر الريليجن مالته. اوكي يعني شو الريليجن مالته؟ يجوز هسه مثلا يصير فيك مسيحي تقول له روح صلي لك زين، او مثلا واحد يهودي او واحد بوذي عندهم صلاتهم. اي ماكو مشكلة. طبعا كل العالم وكل العالم هسه دخلوا سبيرتشواليتي نسميه. سبيرتشواليتي الشغلات الروحانية. سبيرتشواليتي حتى بامريكا هسه جاي يستخدموها. شو يقول لك؟ يعني يربطون الديزيز الامراض بالروحانيات. يعني يقول لك يابا تروح للكنيسة يقرا لك يصلي لك هو هذا القس. زين يعني شوفوا يعني جزء من السبورت. طبعا واحده من الكوبينج ميكانيزم. زين
فشافوها هاي كلش ضروريه طبعا هي هو ما طيب لكن تخفف وطئه الالم عن البيشنت اوكي فهاي مهمه بالسابق كنا نركز على الامراض بصوره عامه كل الديزيز فقط بايولوجيكال بارت بس لا بايو سايكو سوشيال بارت بايو سايكو سوشيال بارت او بايو سايكو سوشيال موديل اوف انجل هاي اللي حكيناها بالسيشن الاول اوكي واضح الموضوع؟ ما لنا علاقة بالدين وغيره، احنا بنحكي من باب طب. زين، من طب هذا له علاقة بالكوبينج ميكانيزم الدم. زين، يعني من باب هاو تو كوب وذ ذا ستريس. اوكي؟ فهذا الشيء راح يساعده يخفف من آلام البيشنت. زين؟ مثل ما قلنا يعني ما لنا علاقة بهم، مو جبرة، يا من لا روح تصلي، انت شو لك علاقة؟ ليش مو إلا تروح تصلي وتصوم وهذا زين يعني ما لك علاقة بيه بس هذني ساعدا مثلا أنت حسب الليفل مالته ما نشوفه في اعتقاده إذا هو مقتنع أكيد راح يقتنع طبعا إيه يعني مثلا إذا هنا مثلا أنت داومين بالمدينة وشوفين رجال شديد أكيد يبغى يصلي يقرأ القرآن وشوية ساعدا ماشي Resilience, what do we mean by resilience? Resilience. قدرة على التحمل. يعني شنو قدرة على التحمل؟ يعني أنا أقول لك شوفي مرضى أكو مريض مثلاً من تقول لي ليابة عندك ضغط عنده عادية زين وكو واحد يقول له الدنيا راح اموت كتفي خاف قلبه يرجف يا هو عنده ريزيلينس الأول واش هاي نسميه ريزيلينس ليفل ماشي اكو واحد مثلاً زين يقول له لراسب بالدروس كلها قال يا عم هو راسب الجاي واش هاي شنو عنده ريزيلينس متعود زين يعني شلون يقولون جدا متدبر زين عنده ريزيلينس هاي خوش مو دائما بوزيتيف يعني يحتاج مثلا يعني يراد ينتقده من عندنا؟ لا هو يعني يحتاج مثلا الى نفسه يعني مثلا اذا هو راسه مثلا كله اي لازم بس احنا جاي ننطر مثال ثاني ارد اشرح لكم اياها يعني شو معناتها الريزيلينس طبعا اكو في الدراسه سويناها يعني بالتقريب حسب ما اتذكر بال 2006 و 2007 كنا تيم مال دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه ردنا نشوف الليفل مال البي تي اس دي البي تي اس دي هو بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر اللي هو مجموعه من الاعراض اللي هي ريليتد ستريس في اللايف ايفنت واحدة من عندها الأفويدنس يعني يتجنب السيتويشن تحرر مثلا واحد يتحرر من انفجار أو أحداث إرهابية وذي شيء زين فأفويدنس يصير عندهم ريبيت دريبينج أو تروماتيك إيفنت زين أو ممكن يصير عندهم هايبر فيجلنس يعني سجلت ستارت ريفلكس يعني أي صوت ممكن يمز من قد يشتم من جدا طبعا هاي أكثر شيء شافوها بأحداث 11 سبتمبر شافوا نسبة الـ PTSD صعدت related to أحداث 11 سبتمبر الناس كلها اخترعت صار عندهم هذا نسميه PTSD Post Traumatic Stress Disorder فالمهم بيته القصيد جينا هذا التيم سوينا بالعراق شو يعني توقعنا هواي عالي لقيناه قليل فهاي شنو عندهم Resilience Level High
يعني ستعمل ما الناس مثلاً تسمع بالأخبار انفجارات ببغداد والوضع خطير وتعبان وتسلم وشيء أو طائفية تروح شو الوضع تريد لك مكان تبعد بيه مثلاً تريد مطعم أو كل شيء ماكو ازدحام فهذا بيت القصيد يعني ريزيلينس ليفل هاي يعني الناس تعودت يقول لك هذا انفجار ليش أوكي طبعاً شفنا أكثر ريزيلينس موجود بالهند نحنود يعني تقولون عن الإجراءات وهي شيء فما يتأثرون بالأحداث يعني شنو ما تعدى واحد شنو يقول له من المثمية الغالب فالريزيلينس لبط هذا اللي أصد فيه ريزيلينس لبط فإذا ريزيلينس لبط شنو؟ قدرة التحمل للمرض ريزيستنس أي؟ يعني واحد متعود يعني شلون تعويد ما يدير بها ابدا يعني هواي مرض واحد هسه مثلا يجيك اول ما الشخص صايد يقول له يا بعد الجو هذا ما بيجي يقول لك عارف شو المشكله زين تجي مثلا واحد يقول له عندك برين تنوم قال لي الحمد لله احسن من غيرك زين وواحد يقول له مثلا عندك سكر وقع بالقاع زين انهار وبيشي فاكو ناس نازوكين يعني ما يتحملون المرض يعني بس يقول له اي مرض اي تشخيص راسا ينهار هيك هذا بيتقصد هذا بنسميه ريزيلينس ليفل كوزز اوف ستريس ممكن اكسترنال كوز وانترنال كوز اكسترنال كوز اللي هم الفاميلي الورك هاي الاوتسايد فاميلي الورك الايكونوميك ستيتس السكول الميجر لايف ايفنت بس بالنسبة للشاشة ما بعرف بها الشاشة ما شغلت الدكتور ابد صدق والله الله ما لا تغير قبل غير قبل لا والله ما ادري عمال هي ما تحتاج هي الشاشة ليش لا شلون صدق تحكي متى منك انت مو قمت اثنيناتكم شو صار؟ نعم 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 شنو نقصد بين ان الرياليستيك اكسبكتيشن توقع غير حقيقي يعني هو قاعد يصيح راح ارسل يابا ما ماكو ولا امتحان لا انت هو راح ترسل ليش زين هو من يعني هو هذا الرياليستيك اكسبكتيشن مثلا مريض انت مدخل لبرا الدكتور راح اموت يابا ما راح تموت هي مثلا هو التهاب قصبات دخلتك راح اعطيك اوفر لا راح اموت هيك هذا ان رياليستيك اكسبكتيشن فيزيولوجيكال ريسبونس يعني واحد من يتعرض الى ستريس في اللايف شنو الفيزيولوجيكال ريسبونس اللي تصير عنده وحده من بدها انكريز كوليسترول انكريز بلد بريشر لوكالايز انفلاميشن اللي هي ريدنس سوالينج هيت اند بين انكريز برودكشن اوف بلد شوجر فور انرجي زين Decrease the protein synthesis, increased metabolism, faster blood clotting, increased stomach acid. يعني مثلاً من يزيد الستومك acid related to stress. شنو توقع شو حصل عند البيشنت؟ Peptic cancer عافية. Whatever the type, ممكن gastric cancer, ممكن urinary cancer. فهاي نسميه peptic cancer ممكن يصير عليه. لذلك هواي من الناس. يقول لك يا بابا شو من نصيح من نروج من نفعل زين معدتي توجعني
أو من ندخل الامتحان بعيش توجيه. أوكي؟ هي هاي from increase gastric acidity. Sign and symptom of sepsis. شو الأعراض والعلامات اللي indicate هذا patient in the sepsis أو هذا person in the sepsis؟ مرات مو patient يعني أي إنسان ممكن. واحدة من هذه decreased concentration يقل التركيز من عنده يقل التركيز. إذا قل التركيز يقرأ وينسى يقرأ وينسى إيش؟ comprehension and memory تتأثر بسبب السترس. behavioral irritability withdrawal violence. شو irritability؟ الريتابل هاي واحدة بعد يعني واحد الريتابل ما مرتاح. شلون نعرف واحد ما مرتاح أو الريتابل؟ يبكي بسرعة بعد يعني بالستيب مالته بس هو قاعد. شلون اعرف هذا الركض يتحرك وايد عفوي بعد يهز برجله زين قاعد على الحافه مال الكرسي مو منتجي زين. هاي الساينز مال الريتابلتي مال واحد انكشس هيك. اوكي واضح. فير انكزايتي ديبرشن فتيك ممكن. physiological increased blood pressure, heart rate, respiration. شلون يزيد respiration؟ يعني واحدة من العلامات وإذا يجيك واحد يشوفها شيء هذا شنو indicate؟ شنو indicate؟ anxious and the stress high. ماشي يعني patient when you turn nervous قوي. somatic symptoms. somatic symptoms يعني شنو somatic symptoms؟ ايه مثل ايش؟ جسدية مثل ايش؟ بعد ارتفاع الم الم اكو؟ الم وين؟ هذيك واي الناس يعني يشكون من هذيك مو؟ واي كل الناس اغلبية الناس يشكون من هذيك يقول لك راسي وجعني اوكي؟ غالبيته هو تنشن هذيك تنشن تايب هذيك just like a band يحس مثل الاعصاب دائما على راسه ما عنده لا نوزيا ولا فومتينج ولا ابد related to stress هذا نسميه tension type headache. tension type headache مثلا الام المفاصل واي الناس تشكي من عندها هي بسبب الستريس هاي somatic complaint chest pain abdominal pain زين فهواية pain اوكي shortness of breath shortness of breath يعني شنو شرط سبب؟ صعوبة التنفس. يعني هواي يجون الناس مثلاً يشوفوا تجوا يتنفس مخنوق مين هذا النسترس؟ related to stress. decrease immune response. decrease تقل المناعة عنده. خوش؟ يعني يجيك واحد يقول لك يا رب أنا يعني مشكلة. زين؟ بينما الامتحانات إذا نتنتهي. ماشي انا ما عندي حق محسود لان بيعمل امتحانات اذا ما تنتهي يا ابي معود ما له علاقه بالحسد لانها علاقه بالسترس لان المناعه تقل عندك كل ما قلت المناعه ترى تكون vulnerable infection vulnerable infection يزود اوكي بسبب decrease الاميونيتي ماشي لذلك سمن كوفيد يعني بالاتاك مال بانديميك مال كوفيد وايد الناس اللي هم طبعا اللي كل شيء اللي هم عنده ستريس يعني صار لهم ديتريوريشن بحالتهم حتى بعضهم يعني هم توفوا بسبب الستريس اوكي لان هي زيد شنو؟ قليل المناعه شوف المناعه تقل وتزيد بالبدايه تزود بعدين تقل فور لونج تيرم تقل اوكي وحده زي الكومبليكيشن مال كوفيد
شلون تتوقعون؟ شلون تأثر على الملاعب؟ نزيد الدبرشين تقلل الملاعب. عندنا يعني الدبرشين تقلل الملاعب، فمن يصير عندها دبرشين تقلل الملاعب. تقول لك شلون؟ يعني بالتفكير يعني لها علاقة بالتفكير؟ لا هي تلقائيا يعني ما صار يعني صار عندي بس هي ما مقتنعة، وش لها علاقة بالملاعب؟ لا شلون؟ راح تقلل تقلل الموسيقى وبالتالي يعني ما تتقلل الملاعب. عندنا هرمون تتحكم بالسترس زين، عندي منو هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس سامعيني اللي هو هايبوثالاموس ريليز اي سي تي سي ار اتش اللي هي كورتيكال تروفير ريليزنج هرمون، هذا اللي السي ار اتش وين يشتغل؟ البيتيوتري جلاند، بيتيوتري جلاند ريليز اي سي تي اتش، الاي سي تي اتش وين يشتغل؟ على الادرينال جلاند ريليز كورتيزول. اوكي فهذا زين، يعني احنا صحيح نقول نفسي بس مو بس التفكير، هاي الناس الاعتيادين بس احنا كاطباء لازم نجاوب شنو نحللها. زين صحيح بعض الاحيان طريقه التفكير زين احنا نتحكم بها، شلون نتحكم بها؟ عن طريق ريليز اوف هرمون. زين مرات طريقه تفكير الانسان ماشي، يعني انا مثلا شنو فكرتي عن هذا المرض؟ يعني واحد يهول المرض، اوكي يعني واحد في باله يقول يابا انا عندي ضغط اذا راح اموت، يابا ليش تموت؟ جيراننا عنده ضغط ومات. ايش من يظل يفكر فيه؟ والله يفكر في ريليز اوف كورتيزول زايد، يزيد الضغط يزيد السكر زين، راح يكون اكثر vulnerable to infection. دول برو انفلاماتوري ميدييتر هم تتأثر. طبعا اكو يعني احنا هوايه بالنسبه انه يعني مشتغلين بهذا المجال كلش هوايه، يعني واحده من الاثنين نشتغل اللي في البروجكت مشروع خاص يعني على السايكو نيورولوجي زين، يعني نسبه الريليشن الدبرشن وذا برو انفلاماتوري ميدييتر. البرون انفلاماتوري ميدييتر كلها تتاثر يعني اغلبيتها الانترلوكين 6 والانترلوكين هذا اللي نتحكم بالمناعه كلها يقلل. يعني احنا هذا يعني ممكن هذا لازم احنا لازم نطمع، لان هواي مثلا اشخاص يقول انا ما اعرف يعني الضغط له علاقه بالعصبيه مالتي زين، وانا انا اسمعها من عندهم يقول انا ما ادري له علاقه بالعصبيه وطبيعه شغلي، لان مثلا لو قال لي انا بدل شغلي يعني اسوي هواي امور اتجنب المشاكل بعد ما صيح ما صيح عصبي كلش. يعني مثلا هو شوفوا البيشن دائما عند كلمة الطبيب سكر وفاه ماشي، يعني انت في بالك شو تقول للمريض يشلل بيه خش مجرد الادفايس مالتك هي هنا الكلمة الطيبة صدقة يو تشينج ذا مايند اوف ذا بيشنت زين، يعني من تقول له حالتك خطرة هذه حالتك خطرة، من تقول له حالتك بسيطة هو راح يعتبرها بسيطة، من تقول له اترك التدخين راح يلتزم زين، من تقول له ابتعد عن العصبيه هو فعلا راح يبتعد عن العصبيه ويروح للبيت. دكتور عن هذا الشخص اللي المفروض يمتحن ويزمر، احنا شرحنا له انه علاقه بالحمول والنشوه، فهو مثلا يحسن بانتحان راح يفكر انه نجم لاقي متسرب شيء مرض، فهو اوريدي سترس على الحمول، يعني يفكر انه علاقه بجسمه. اي طبعا يعني من نخلي اوير اباوت هيز سيمبتومز راح يقدر يسوي لها كنترول زين، يعني مثلا اني من اعرف البيشنت يعني من اقول له يا انت بس تضوج بس تفكر يصعب ضغطك، فهو اكيد ما راح يفكر راح يبتعد عن المشاكل يطلع يتونس يغير جاب، من تجي الفكره يضوج انه يطلع هيك اوكي
stages of stress response, alarm. طبعاً هذا الموضوع جداً جداً مهم ويعني وايد ناس يحتاجوا خاصة للhealth personnel يعني الأطباء يحتاجوا شغلة بيشوفوها. Alarm when one feels threatened. الألارم يعني شنو الألارم؟ يعني زاد المؤشرات الأولية لأنه أكو في السترس خطر حتمي موجود. المؤشرات الأولية يعني مثل إيش مؤشرات الأول؟ قبل يقوم يدق زاي زين يتحرك أبوال هاي إنديكيت أكو في السترس راح يصير أوكي؟ لذلك راح يصير activation of the fight or flight reaction. سامعين بي؟ المواجهة والهروب. السنة أوكي؟ يعني الأدرينالين هو اللي يتحكم. ليش يقولون الأدرينالين لفظ مالته هذا هاي والأدرينالين لفظ قليل؟ عندنا دور ريسيستنس. شنو ريسيستنس؟ المقاومة. هل أنت تقاوم السترس؟ عندك مقاومة معينة قاومت السترس يعني السيطرة عليها. إذا لفترة طويلة الدور last stage exhaustion إعياء استسلام بعد ما تتحمل بعد واحد الإنسان ما عنده طاقة يتحمل السترس ممكن يدخل depression ممكن تظهر signs and symptoms of stress يعني health complications. هذا ال diagram showing the general the stages of adaptation syndrome alarm stage resistance stage and exhaustion. شوفوا هذا الليفل الأبيض هذا within normal يعني الإنسان لازم هيك يكون أوكي. إذا نزل بال exhaustion يعني إذا هاي ممكن يدخل depression أوكي أو acute stress reaction يعني انهيار عصبي يصير بس في الغالب ممكن يدخلون الدبرشن. أنت هو أكو نورمال لحد المسمى. كل إنسان لازم عنده سترس. كل إنسان لازم عنده سترس. يعني ما عنده سترس هذا شنو؟ هم طبيعي. ثم نعتبره. زين؟ يعني شلون يقولون بنادى باتت؟ يعني حد النورمال نقصد فيه. منو هذا الشخص النورمال؟ أهم شيء عافية. الحد النورمال هو منو؟ الشخص اللي يقدر يتعامل ويا المشكلة. يعني هو داخل سترس بس يعني قدر يتجاوزه. أهم شيء عنده كوبينج ستراتيجيز ده يطبقها. زين؟ طبعاً هذا سؤال حلو. يقول هو السترس هو شيء طبيعي لو مو طبيعي الإنسان يتفاعل وياه. شيء طبيعي كلنا إحنا نتفاعل ويا السترس. إذا ما تفاعلت ويا السترس يعني صبابيل ما عنده سترس. كيرلس راح يصير. زين؟ يعني طالب ما عنده سترس هم كيرلس راح يصير فاكو يسموه performance anxiety. يعني شنو performance anxiety؟ قلق الاداء. زين يعني من الحرص الانسان من حرصه وشيء ايجابي هذا ما نعتبره شيء ايجابي لانه عنده سترس ويتفاعل ويا الموضوع لكن under normal level يعني يكون ما يأثر عليه. خوش إذا أثر عليه شان يأثر عليه مثلا صارت health complication أو أطل أمور أكثر من حجم زايد ماشي. خوش يعني مثلا المريض قلت له هذا عندك ضغط وهذا الضغط يتحمله بحالته النفسية بسبب السكرس. زين هو شو يسوي أو في شغله لو يقعد بالبيت زين لا يأكل لا يشرب هذا شنو اعتبره ابنورمال مو هيك لازم ضمن الحدود الطبيعيه اذا افكت الفانكشنينج هذا اعتبره ابنورمال اذا نوت افكتنج ذا فانكشنينج اوف ذا بيشنت نوت افكتنج هذا وذ نورمال يعني عنده كوبينج ميكانيزم يعني أنا مثل ما قلت لكم يعني اللي ما يستجيب هذا هم طبيعي يعني سأل سيد سؤال يعني واحد راسب ثلاث سنوات
أنا أنصف ثاني راسي ثلاث سنوات، هذا يعتبر طبيعي؟ يعني ميتم هذه المشاكل اللي زين؟ اكو فرق بين ما راسب يعني بمحض إرادته زين، واكو واحد غصبا عليه، واكو واحد عاجبه الوضع هيك متونس فرحان يقول ايش انا راسب، يعني هذا ايش تعتبره طبيعي؟ يعني بس انت عارف هذا الشيء؟ اي بس اذا مثلا بيحاول هو يمتحن وهاي وضايج على الموضوع وهاي وما يقدر راسب زين؟ هذا طبيعي، لكن اذا ما يدير بال بالتالي وعنده الامور هيك هذا هم مو طبيعي. اوكي؟ كذلك المريض مثلا هواية مرضى مثلا ما يدير باله خوش مثلا بي سكر بياكل حلويات وتمن يضرب كله وهيجي انهيلثي دايت دائما زين هذا شنو اعتبر؟ هم ابنهم اوكي؟ ترانس اكشنال موديل اوف سترس وات وي مين باي ترانس اكشنال؟ ترانسكشنال يعني شنو ترانسكشنال؟ نظام تفاعلي. عفوا نظام تفاعلي. تفاعل منه يعني الانسان يتفاعل ويا السترس زين، يعني الانترنال والذي اكسترنال، انترنال والذي اكسترنال اكو انتر اكشن بيناتهم، يعني اكو سترس فروم ذا انفايرمنت بوتنشال سترس فالسترس حقيقي موجود potential سترس راح يصير له primary appraisal. شنو primary appraisal؟ تقييم أولي، إدراك الإنسان، تفكير الإنسان، نظرته الأولية عن السترس. باش شنو نظرته؟ هواية ناس مثلا تقول لي يعني شنو نظرته عن الضغط؟ هواية في بالهم مثلا الضغط قاتل يموت، مو هاي primary appraisal. خوش؟ أو بعضهم يقول لك عادي شيء عادي اشرب ماء أعوف المريح والأكل، هاي البرايمري أبريزل التقييم الأول. بعد البرايمري أبريزل شي يجي سكندري أبريزل التقييم الثاني. Do I have the resources or skills to cope؟ هل عندي مهارات بأنه أعرف أتعامل بيا السترس؟ هاي السكندري أبريزل. عندي resources، عندي أوليات، عندي فقاعدة، عندي مؤهلات بأنه أعرف أتعامل وياه هذا السترس في اللايف إيفنت. ماشي مثلا أنا عندي ارتفاع سكري خوش قالوا لي بيك سكر ماشي، نظرتي الأولية بأنه هذا مرض ممكن يصير فيه complication، يصير peripheral neuropathy، retinopathy، على الأعصاب يأثر على الليبيون يأثر على الكليات مالته زين؟ هاي primary appraisal. secondary appraisal التفكير الثاني الإدراك الثاني راح يجي ببالي، هل أنا أعرف أتكيف وياه؟ عندي الريسورسز الكافية، عندي واحد يدعمني، عندي بالبيت واحد يساعدني عن السكري، راح مثلا بالبيت راح يدعموني، راح يبطلون الحلويات اللي يجيبوها للبيت زين؟ أمي بعد ما راح تطبخ تمه مو هيش نجيب لحلويات هيش، هاي نقصد بها resources available. Do I have the resources or skills to cook؟ شلون تكوب with the citrus؟ إذا ما عندي هاي الأمور كلها وما عندي قابليات التكيف ممكن يصير عندي citrus، لكن إذا عندي القابليات والمؤهلات كلها، عندي مؤهلات أنا مؤهل كافي لأنه أنا عندي resources قوية فما راح يصير السترس. أوكي؟ هذا كله نسميه transactional model. إلى هذا 1984 العلماء دول لازارس وفولكمان هم هذول شيوخ السترس اللي هم دائما شرحوا السترس وركزوا عليه. What are the consequences of long-term stress؟ شنو consequences يعني شنو المشاكل الصحية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان for long-term disease اللي ممكن تصير عنده؟ واحدة من عندها mental health problem اللي ممكن يصير عندهم depression، ممكن anxiety، ممكن personality disorder تأثر على شخصياتهم. cardiovascular ممكن heart disease
ممكن هاي بلد برشر، ممكن ابنورمال هارت ريدم، هارت اتاك، اتسترا، يعني ممكن ام اي. اوكي؟ واحدة منها ام اي ممكن يصير. ماشي؟ ممكن يزيد الكلوت، ممكن يزيد البلد برشر، ممكن يزيد الكوليسترول. اوكي؟ من يزيد الكوليسترول شو راح يكون؟ Obesity, other eating disorder, obesity, شنو obesity؟ سمنة، other eating disorder، من سترول problem، ليش تصير obese؟ يعني من سترول problems، من سترول problem شنو يعني؟ طبعاً دائماً هواية مثلاً من الومن بل فيما يراجعون الجينيكولوجيست يعانون من أمينوريا مثلاً وهي غير مشخصة absence of three consecutive cycles for most likely might be related to stress why سبب السترس يصير لهم أمينوريا أمينوريا اللي هي lack of cycle absence of three consecutive cycles نسميها أمينوريا ممكن sexual dysfunction سببه ممكن skin and hair problem just like acne شنو؟ الشباب الشباب دائما نشوف نقول هذا عنده stress ممكن psoriasis صدفية دول وين موجود السبب شلون صار؟ هي عبارة عن تشققات تصير في الجلد تصير لون أكثر شيء على الجوينت هنا عندنا اكزيما اكزيما تعرفوها اكيد و permanent hair loss شنو permanent hair loss؟ تصاعد الشعر وهي ناس مثلا يراجعون اطباء جلدية ولفترات طويلة بسبب تصاعد الشعر يستخدمون هواي مقويات وشامبوات ومدري شنو بلا فائدة هي كلها انبرد related to citrus كثرة تستعملها just like jet شنو jet؟ Social isolation ممكن leading to depression or personality disorder. Stress on immune system channel. The short term ممكن to repair damage. Another system infection. Possible cell mediated immunity. Stress over several days. Prepare to fight off pathology. Longer term stress decrease immunity كلها related to hypothalamic pituitary adrenal excessive cortisol. بس بالنسبة لش قلت الوقت يعني the short term مش نقصد فيه وال long term مش نقصد فيه وال stress over severe day. يعني ش قلت الوقت؟ ال short term over days. Short term over days. زين؟ وال intermediate month. وال long term for year. يعني سنين لا أكثر سنين إحنا عادة في الغالب من يعبر ست أشهر نعتبر هذا صار لونج تيرم من يعبر ست أشهر نعتبر لونج تيرم الإميون فانكشن الإميون فانكشن إفكت أوف ستريس أون إميون ريسبونس يعني سبب تلاحظون immune function the onset of stress شوف السبب فود 100% بعدين شوي تصحن بالله بعدين آخر شيء تقل إلى أن تتلاشى immunity unhealthy behavior المال adaptive coping mechanism حل شيء نعلمهم بعد من كنجل فهم سبونفين وهذا يعطي همبرجر هذا بوقات همبرجر هل شام بوقات همبرجر دبل تشيز يسموه دبل تشيز برجر مو دبل تشيز برجر
هاي ليش واحد يعرف له؟ انت ستريس؟ ها؟ انت ستريس؟ انت ستريس؟ بتأكد انه راح يرتاح نفسيا. فهذا انهيلثي. هي هاي المادة تاكل. لا بعض الأحيان إذا أكل عادي يعني ياكل الحفاظ بس كذا. كل ما يبوجي راح ياكل لف. سترس مانجمنت السجن الموضوع المهم اللي هو احنا عرفنا شنو يكون حكيش زين شنو ساينوس سيمبتومز بس شلون نعالج المشكله؟ ايش تتوقعون لكم هذا السؤال؟ شلون نعالج؟ اول شيء ادرس ان شاء الله بعقلي اخطط لها بعقلي عفله بعد نلقى حل بعد احسن سلوكياتي احكي الشخص يعني هسه انت كطبيب بالقوارب وجاي يصير عندك الريتابل باول سندروم على سبيل المثال شو راح تسوي؟ قبل العلاج مريض بلا دواء شوف دائما الدواء خلوه لاست تشويس خوش حتى هسه لو تلاحظون اخر شيء نخليه ورا زين فلاست تشويس بالبدايه ايش راح نسوي؟ يعني اول شيء دكتور ندرس ان شاء الله بالعمل ونضع لها الخطط ثاني شيء يعني انظم الوقت اداره الوقت اسوي له مثلا انا اقسم يعني هذا يعني مثلا الاكسرسايز شو اسوي العب رياضه او شيء اداره الوقت جدا مهم ثاني شيء يمكن تايم مانجمنت هل هو مهم لو مو مهم التايم مانجمنت؟ طبعا مهم. ليش مهم؟ شلون يقلل السترس؟ ينظم شغله الواحد اذا كان مخربط وكونفيوزد هو اندر سترس زين عافيه لكن اذا تتنظم جدولك اذا تنظم جدولك راح تكون مرتاح زين يعني مثلا انت اذا تقول انت قاعد بالليل انت قاعد تسولف والله باكر اقرا 10 محاضرات يجي ثاني يوم ولا محاضره قريتها وقريت محاضرتين راح تضوج طبعا بس انت لو مسوي تايم مانجمنت يعني هي اداره وقت تحدد يا ابي اقعد بثمانيه تريق زين ولا ربع ساعه بلش اقرا المحاضره الاولى زين محاضره مثلا ساعه ونص هيك اسوي جدول زين بعد اخذ ريست في 10 دقائق ربع ساعه ودور ابلش بعدين نوع الجدول مثلا تقول اطالع تلفزيون زين اقرا قران اصلي يعني هيك انوع من تنوع الجدول مالتك يعني هو يسموه تايم مانجمنت اخذ مثلا خلاله اكسرسايز وياها خوش هو هذا التايم مانجمنت كذلك البيشنت من يسوي تايم مانجمنت لحياته زين راح يقل السترس عليه يعني اكو هواي اشخاص مثلا ما منتبه لنفسه يعني يشتغل من الصبح لليل هو ما منتبه لنفسه مشاكل ودعاوى يعني واي مثلا اكو شغل هو اندر سترس مثلا محامي بالمحكمه ضابط شرطه اكاونتنت يعني ما حد يشتغل في مصرف يقعد يحسب فلوسه وحساباته وهاي ومرات يشوف الفلوس وهو قلبه يحترق وما انه زين هو كل شيء ما عنده مطلوب يطلع زين فهاي هم اندر سترس اوكي فإذا عندنا cognitive strategies اللي هي cognitive restructuring بعض الأحيان أكو أشخاص عندهم cognitive distortion يعني شنو cognitive distortion؟ أفكار خاطئة نحاول نصحح أفكار ماش يعني دولة أهل الدبرشن أكو نسميها peak depression trial شلون يبدي عندهم negative view of the self and the future and the world. عندهم نظرة سلبية للذات وللمستقبل وللناس. شو يقول؟ يقول أنا إنسان فاشل، الناس كلهم مو زينة، مستقبل ماكو، لما تاخذ شهادة وياك. زين؟ عندهم نظرة سلبية.
هذول الكوجنيتيف ديستورشن. وي تراي تو كوريكت ذا كوجنيتيف ديستورشن. زين مثلا البيشنت شو يقول؟ يابا اني ما طول عندي اتصال بشرعي راح اموت. زين احنا نقعد نشرح له، انت بصفتك كطبيب تقعد تشرح له يابا ليش تموت؟ الاثيروسكلروسيس مو دائما، انت مجرد تسوي كنترول للليبيد مالته، كنترول للبلد بريشر، كنترول للدايبيتس، ممكن تتعدل. اوكي؟ فهذا وي تراي تو كورريكت ذا كوجنيتيف ديستورشن. بيهيفيرال استراتيجيز اللي وحده سكيلز تريننج، وحده من التايمنج بس حكيناها. ايموشنال اللي هو ريليز اوف ايموشن، دائما يحكي بداخله يتجنب الكبت. كانسلنج، شنو كانسلنج؟ استشارة، يعني استشير طبيبة، وكل واحد يستشير طبيبة راح يحس بالريليز اوف ايموشن وراح يفتح. فيزيكال استراتيجيز اللي هي ريلاكسيشن تريننج. من اللي تسوي؟ ايموشنال استراتيجيز لها علاقه بالفيلينج، بالمشاعر. بالمشاعر، يعني انا مشاعري ما اكبتهن اسولفهن هيك. انا قلق ضايج بسبب الام اي مالتي او الكونسيرن مال هايبرتنشن او الكونسيرن مال الاسم مالتي او الاس ال اي مال كونكتيف تيشو ديزيز هيك. يعني يسولف بداخل هيك المسألة. ريلاكسيشن تريننج مثل اليوغا غيرها، زين كمان الاسترخاء. البايو فيدباك، بايو فيدباك شنو يعني؟ راجع نفسي، راجع نفسي. كل واحد عنده فكره شنو البايو فيدباك؟ لا الدكتور هو مو مراجعه النفس الدكتور؟ مراجع نفسي؟ هل سواه صحيح؟ البايو فيدباك اكو هو هذا مختبر. زين مختبر البايو فيدباك نسميه. زين هذا شنو؟ نعلم المريض، نقول له يا الضغط مالتك، يعني وحده من علاجات مثلا الهايبرتنشن هو هذا، نقول له يا ضغطك العلاقه بحالتك النفسيه، سيطر على اعصابك، تجنب السترس، يروح الضغط. هو سيقول شلنا علاقه وما ادري شنو، نقول له تعال ندخله هو هذا بايو فيدباك، يعني هو حتى على سيشن تريننج نقيس له الضغط بري تيست ونراوي فيديو اللي هو مثلا فد قصه حلوه او يعني فيلم او اي شيء. زين او سوفت ميوزك مثلا نسمعه وراها، يعني طبعا هو جهاز هيك يعني تقريبا مثل هذا هيك صغير، ويعرض القراءات مال الضغط، يعرض القراءات مال البلس ريت الهارت ريت، نقول له شوف والريسبيرتوري ريت، نقول له شوف هسه مو صرت ريلاكس، شوف هسه اندر ريلاكس استقر الضغط. فنحاول نعلم، نقول له دائما درب نفسك تمرن بانه بي ريلاكس على طول. طبعا هي هاي مسألة تعويض. اكو ناس هم اندر ستريس تنشن، يعني هو انكشس، زين دائما السمباثيتك اوفر اكتيفيشن عندهم هاي. من نسوي له هاي الاشياءات البسيطه والادفايس مالتنا، زين هو راح يكون اندر ريلاكسيشن. نون كوجنيتيف استراتيجيز اللي هي درجز ميديكيشن ممكن نستخدمها. الميديكيشن ممكن نستخدم اس ار اي اللي هي سلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر جاست لايك فلوكسيتين، او ممكن نستخدم تي سي اي تراي سايكليك انتي ديبرسنت ميديكيشن اللي هي مثلها امبرامين. زين لكن ذني اللاست تشويس فور هاو لونج، ممكن نستخدمها فور 3 to 6 months. اوكي زين بعض الاحيان يجيك مريض مثلا للطوارئ يقول انا لساني ما اريد المريدويات، انا شويه صاعد ضغطي ومتوتر، من هاي تو الطوارئ تعطي انكزوليتك سريعه مثلا البنزودايازابين. اوكي بنزودايازابين مثل ايش؟ دايزيبام، فاليوم، لا سامحين بي دايزيبام او فاليوم.
لكن دلنا شنو نخاف من عندهم؟ إدكشن. عرفون شنو إدكشن؟ إيه إدمان. لذلك نحاول ما نعطيهن لفترات طويلة. Maximum 3 weeks. Maximum 21. Maximum. يعني مو دليل بأنه إحنا نخاف من عندهم بالنسبة للبيشنت لا. إذا جاك بيشنت بأكيوت سترس من تبغى الطوارئ وجا المريض مثلا اليوم قال له والده توفى لا سامح الله او عنده كل شيء وضغطه معلق وما جاي ينام مثلا وتبغى الطوارئ او مو مثل الطبي اذا الامبوله دايزيبام يرتاح بها البيشنت زين حتى يقل الضغط مالته لانه هذا السترس هايبرتنشن بس هذا شورت تايم اي شورت تايم ممكن يعني هي ممكن بعض الاحيان واحد هو اكيوت سترس ريكشن انه يتعرض لصدمه صدمه مؤقته يعني مرات يعني مجرد يوم يومين بجوز وتروح من عنده مثلا يوم على ما يتكيف يشتغل في الريسيستنس ستيج وبعض الاحيان اذا طول نلتجئ لغير استراتيجيز مرات الشخص يدخل في حاله ستراس او ديبرشن بس هو يعني مثلا ماكو اي سبب لهذا الشيء يعني مجرد دخل حالة قلق أو اكتئاب بس هو مثلا ماكو سبب لهذا الشيء شلون هذا كان؟ ماكو سبب؟ اي يعني مش تلقائيا هذا شو راح نسميه؟ Generalized Anxiety Disorder Generalized Anxiety Disorder يعني هذا most likely biological يعني النيورو ترانسميتر تحركت عنده زايد سببت اوفر اكتيفيشن صار زين؟ هذا لا هذا يحتاج مثلا نعطيهم نعلمهم من استراتيجيات الريلاكسيشن تريننج اذا كان ما يلط بس ذا نكافي اذا مو قدرت تسدير لازم تريتمنت ياخذ ستريس اند بيشنت ات از نوت يوزفول تو ثينك اوف ذا كوز اوف illness as psychological or physical as there is complex interplay of social, psychological, biological part. So that is very, very important. We think in biopsychosocial model of illness. شكو مريض يجي بالرهبة بالطوارئ بالاستشارية لازم أفكر له biopsychosocial model. مثلاً واحد عنده OA changes. زين OA changes شنو osteoarthritis مثلا سو فايف بروكول تقول شنو علاقة؟ لا له علاقة كل شيء له علاقة أي مرض يجيب رأس نفكر البايوسايكوسوشيال موديل اوف illness أي مرض يجيك أوكي سترس is a clear example of biopsychosocial model in action زين بعض الأحيان حتى لو ما له علاقة يعني بعض الاحيان يعني واحده من الدراسات شفتها مثلا انت دخلت بيشنت نيمونيا انفكشن سو يقول لي النيمونيا شنو العلاقه؟ زين مو صح؟ نيمونيا جست انفكشن واحد شنو العلاقه بالستريس؟ شافوا الهوسبيتال ستي الاشخاص اللي عندهم ديبرشن دبل راح تكون توايس يعني مثلا انت هذا تدخله المريض العادي اللي هم اسبوع ويطيب على الانتبايوتيك ويطيب هذاك يطول له اسبوع ياثر على الفروستاجانين ممكن على الانفلاندري ميدياتر اللي قلنا خوش على الهيلنج مال بيشن حتى لو سيرجري يعني انت مداخله وعنده ديبرشن سيرجري ما له علاقه بالعمليه زين هم ممكن الهوسبيتال ستي دبل دائما شافوا الهوسبيتال ستي دبل دكتور شود ريكوجنايز ذات سيترس كان بي ا كوز as well as the consequences of illness. يعني بعض الأحيان هو السترس شو راح يسوي لي؟ راح يسوي لي health complication. وبعض الأحيان هي health complication. يعني هو ما عنده سترس صار ضغط عليه. هذا الضغط من كثر التفكير به راح يولد لي سترس. أوكي؟ يعني ممكن primary ممكن secondary. Doctor should be aware of the importance of addressing patient long-term stress problem. And recognize the need to work in cooperation with care services, example therapist and social care. Stress and healthcare professional doctor have a high level of work-related stress and pressure on family life. مثل ما قلنا مشاكل كل شوي شافوا مثلاً أكثر نسبة suicide موجودة بالfemale dentist.
نسبة سوسايد بالعالم، يعني بسبب اللي هي stressful life event، فهي ممكن تفعل الفاميلي. Risk of burnout if stress is not managed. شنو burnout؟ إرهاق وبعد احتراق نفسي. مو شلون الواحد يحترق؟ يعني طبعاً نفسه يحترق نفسه. والإنسان هم ممكن يحترق؟ ولا احتراق نفسي يعني يوصل مرحلة إنكين عارفين شنو صار. Must develop your own stress management strategies. الحكينا هسه كل واحد بينا لازم يعرف من الاستراتيجيات حتى يطبقهم على نفسه. أوكي؟ Don't be afraid to seek help if you need it. And thank you. بس ورقة الحضور. بس عندي سؤال.